بركان كابتن طارق الحين سمعت الراي انت. والله كان راي واضح يعني ان المستندات ما هي موجوده عند كانت زي ما بقول كان روايات وبعض الاخبار اللي ذكرت في الصحف، ولكن الاستاذ عبد الله كان بيتكلم على اساس انه كمستندات وهو شخص متخصص في التوثيق لانه امين عام وشغلته، فالسرد حقه في منطقية بعض الشيء، ولكن ما عندنا وثائق حتى نحكم انه هذا صح ولا صح، لكن بالعرف واللي نحن عشنا عليه واللي تربينا عليه واللي نشأنا كان يعني ما صار الاختلاف الا الان مؤخرا، ما كان موجود في السابق. طب في السابق ليه ما كان في اعتراضات؟ ليه ما كان في ناس فيها حجج عندها؟ بالذات الناس اللي كانوا شاهدين على العصر كانوا عايشين ما ذكروا هذا الشيء، بعد ما توفوا اغلبهم الان بدات تطلع هذه المقوله، فهذه النقطه كانت هي اللي مدتني اني اكون اميل الى انه الاتحاد، لانه الاتحاد هذا اللي عشنا عليه طول حياتنا. الان الوحده طلعت، لو طلعت هذه في العصر الناس اللي عاشت الفتره واللي عاصرت التاسيس كان ذكر، ما ممكن ناس يسمعوه ويسكتوا. فهذا هو المشكلة الوحيدة اللي هي تضعف حجة الوحدة، إلا إذا كان عندهم مستندات وعندهم أوراق وعندهم تسجيلات وتوافق عليها هيئة الرياضة وتغير التاريخ رسمي، إنما يغير فقط من النادي هذه مخالفة تعتبر، يجب أن تبول الوحدوية. موسى يعني فعلا هذا يطرح سؤال مهم جدا، وهو هل بقدرة أي نادي أن يجري تغيير في تاريخ تأسيسه ويستخدمه في حساباته الرسمية؟ هذا هو السؤال لا. اللي يطرح نفسه موسى. لا أعتقد أن هيئة الرياضة مطالبة أنها يعني تتواصل مع الوحدويين، هذا شيء خطأ إذا كان ما حصلوا على تصريح من هيئة الرياضة بالكلام هذا وما قدموا مستندات قبلت من هيئة الرياضة، فأعتقد أن ما قام به الوحدويون خطأ. أعتقد أن الوحدويون إذا كانت هناك مستندات تثبت تأسيسهم قبل نادي الاتحاد أعتقد أنهم فرطوا في حق تاريخي لهم إذا كانت هذه موجودة، أما الآن إذا حبوا أن يثبتونها ما المفروض يثبتونها بالإسقاط على نادي الاتحاد. أنا